left hand meeting option السكرين ظهرت يا شباب ايوه طيب كويس النهارده هنتكلم على شابتر 6 شابتر 6 بنتكلم فيه بقى عن السايكل احنا كل كلامنا في المرات اللي فاتت كلها كنا ممكن ناخد مثلا بروسيس واحده بتتنقل من ستيت لستيت اتنين بروسيس مع بعض يبقى في من ستيت واحد لستيت اتنين وبعد كده كملنا من اتنين لثلاثة. كنا قليل قوي لما كنا بنتكلم على ان في سايكل كامله يعني ايه سايكل كامله يا شباب يعني نقطة الاستيت اللي انت بدات منها لازم تنتهي عنها فكنا في ممكن مساله ولا اتنين في المنهج كله اللي اللي كان فيهم قصه السايكل دي تمام هنا هنتكلم بقى عن السايكل بشكل واضح اكتر يعني فهنتكلم عن السايكلز دي كلها اول حاجه هنتكلم عنها او شابتر 6 بيتكلم على الاير ستاندرد سايكل ده السايكلز الخاصه بالهواء تمام كده طيب كويس قوي عندنا كام سايكل هنتكلم تقريبا في اربعه خمسه سايكل في الجزئيه دي او في الشابتر ده تعالوا نبص عليهم كده طب السايكل ديت بيتكلم عن ايه بقى هنا بنتكلم على الهيت انجن السايكلز ديت يا شباب خاصه بالهيت انجن طب الهيت انجن ده قال لك والله في منه بيتقسم لكذا نوع في حاجه اسمها الهوت بودي في الكولد بودي في الوركينج فلويد كل ديت بتندرج تحت الهيت ايه؟ يعني الهيت انجن بيشتغل بواحده من دول يا اما هولد بادي يا اما كولد بادي يا اما وركينج فلو طب انواعه ايه؟ انواع الهيت انجن يا شباب احنا اتكلمنا في قصه الهيت انجن ديت لو الناس تفتكر واحنا بنشرح السكند لو اوف ثيرموداينامكس والسكند لو اوف ثيرموداينامكس كان بيقول والله ان مش كل الطاقه اللي داخله بتساوي الطاقه اللي خارجه لا لازم يكون في جزء ثاني رايح في الايه؟ في اللصص طيب زي ايه بالظبط؟ قال لك بقى زي الستيم انجن اللي هي محركات الستيم البخار الهوت اير انجن او اللي انت عارفين انتوا اللي هو المسدس اللي هو بيطلع هواء سخن ده ده برضو بيستخدم فيه الانترنال كومبشن انجن ديت اللي هي محركات الاحتراق الداخلي زي بتاع العربيات كده تمام او الجستر طيب يبقى كل ديت انواع من ضمن انواع مين الهيت انجن ده طب لو نفتكر كده كانت رسمه الهيت انجن ديت كانت عامله ازاي ادي الرسمه بتاعتها او الشكل البسيط ليها قال لك ان انت في عندك سورس بيطلع لك هيت اسمها 1 بيخش لك على الهيت انجن بتاعك دوت ممكن يبقى ستيم بقى ممكن يبقى الهوت اير ايا كان بقى الهوت انجن ده عباره عن ايه الانترنال كومباشن انجن اللي هو محرك الاحتراق الداخلي بيطلع منه جزء في الورك اللي هو بستفاد بيه والجزء التاني بيطلع لك في هيئه لوسز او الكيو 2 اللي هو الاوت ايه الاوت هيت اللي انا ما بقدرش استفيد بيها وبالتالي بيظهر عندي في عندي الورك اللي هو كيو 1 ناقص كيو 2 الاوت هيساوي الانبوت اللي داخل ناقص اللوسز وبالتالي الكي 1 دايما هتبقى اكبر من مين اكبر من الورك وده زي ما قلنا فين في السكند لو ثيرمودايناميكس طيب الكفاءه خدنا الكفاءه دي قبل كده الكفاءه بتساوي او الثيرمال افيشنسي بتساوي الاوت على الانبوت فالاوت بالنسبه لنا هو الورك والانبوت هي الكيو 1 وبالتالي بالتبعيه لو انا شلت الورك وحطيت الكيو 1 ناقص الكيو 2 على الكيو 1 اللي هو الانبوت بتاعي فيدي لك واحد ناقص الكيو 2 على الكيو 1 والله لو انا ما عنديش لوسز يا دكتور وده نادرا ما بيحصل يبقى الكفاءه عندي بتساوي واحد يعني الكفاءه ب 100% لكن الطبيعي دايما واللي موجود في طبيعتنا او في الحياه بتاعتنا كلها ان لازم يظهر قيمه للكيو 2 لان مش جميع الطاقه اللي داخله بقدر استفيد منها بنسبه 100% وبالتالي يبقى الكلام ده بيساوي واحد ناقص الكيو 2 على مين؟ على الكيو 1 طيب كلام جميل اهو الاير ستاندرد افشنسي اوف سايكل هنا هنتكلم بقى على اول حاجه عندنا الايديال هيت انجن سايكل دي عباره عن قال لك بتتقسم بقى لمجموعه اجزاء او السايكلز بتاعتنا دي كلها بس مقدمه بسيطه اهم السايكلز بتاعتنا زي ما انتم شايفين تقريبا لأربع انواع اول نوع فيهم يا شباب اسمه الكونستانت بريشر سايكل او الترو كونستانت بريشر سايكل دي عبارة عن ايه او اللي طلع القصة ديت او اللي ماشي السايكل بكونستانت بريشر عالم اسمه جول او برايتن سايكل حتى عشان كده اتسمت باسم يبقى هنا يا شباب القصة او الاول سايكل عندنا في الاير سايكل اسمها جول او برايتن سايكل طيب السايكل الثانية اسمها الكونستانت فوليوم سايكل يبقى شغلها كله بيشتغل بالايه بالكونستانت فوليوم طب مين اللي عمل الكلام دوت قال لك عالم اسمه اوتو فسمى السايكل ده على اسمه فقال لك اوتو سايكل ثم بعد كده ظهرت حاجه اسمها الموديفايد كونستانت بريشر والموديفايد كونستانت بريشر ديت اللي بيسموها الديزل سايكل ديزل سايكل يبقى عندك كونستانت بريشر بعد كده اللي هي برايتون سايكل ثم كونستانت فوليوم اللي هي اوتو سايكل ثم الموديفايد كونستانت بريشر اللي هي الديزل سايكل ثم الدول كومباشن او الميكسد سايكل وديت اخر سايكل عندنا اللي هي بيسموها السيمي ديزل سايكل يبقى احنا عندنا كده كام نوع يا شباب عندنا اربع انواع الاربع انواع كونستانت فوليوم او كونستانت بريشر الاول ثم كونستانت فوليوم ثم موديفايد كونستانت بريشر ثم الدول كومباشن سايكل اللي هي بيسموها السيمي ديزل سايكل طيب تعالوا نتكلم على اول نوع فيهم اللي هو الكونستانت بريشر سايكل كونستانت بريشر سايكل فلو انا عندي مثال زي ما انتم شايفين كده اللي هي شكل السايكل بتاعتنا بتتكون منه اول حاجه عندي يا دكتور ان بيكون فيه الورك ان اللي داخل الكمبريسور في عندي كومبريسور بتاع هواء بيديني هوا فبضطر ادخل له وركنج ان انا بدخل له الكهرباء بتاعته عشان تبدا تشغل الموتور اللي بيحرك الهواء ده فبياخد الانبوت بتاعه من هنا ويبدا او الهواء الهواء اللي داخل من هنا ويبدا يطلعه بضغط في النقطه رقم اثنين او الستيت رقم اثنين بيبدا يخش على هيت اكسشينجر الهيت اكسشينجر يعني بيغير درجه حرارته ففي كيو ان داخله للسيستم فده داخل بدرجه حراره الكيو اللي دخلت هنا هتزود درجه حرارته بالضغط بتاعه اللي طالع من الكمبريسور يبقى انت عندك هنا بريشر وهيت او بريشر وتمبرتشر عاليين داخلين على التربين بتاعتي عشان تبدا تشتغل التربينه اللي هتشتغل بتاعتي يا دكتور هبدا استفاد بيها باوت وورك طبعا في جزء من الهيت بتاعتي ديت هيطلع لك من التربينه من الهواء اللي طالع دوت جزء اتفقد منها فهيطلع في شكل اربعه في النقطة اربعه ديت هتبدا تخش على هيت اكسشينج تاني عشان يبدا تفقد جزء او اللي احنا بنقول عليه الكوندنسر يعني هتبدا تفقد جزء منه بالشكل ده كده وبالتالي يبدا الهواء يتبرد تاني ويبدا يخش على الكمبريسور عشان يطلع لك بضغط عالي طب ليه الهواء اتبرد هنا يا دكتور قال لك لان طبيعه الكمبريسور دوت ما بيقدرش يتحمل هواء بضغط او هواء بدرجه حراره عاليه لان كده ساعتها الموتور بتاع الكمبريسور هيبدا يتاثر مع الوقت هيبدا يحصل له دمج فطبيعي لازم هبرد الهواء اللي طالع من التربينة فيبدأ يخش على هيت اكسشنجر فبالتالي بيفقد جزء من الحرارة بتاعته ويبدأ يخش الهواء على الكمبريسور تاني ويتضغط ويطلع بالشكل ده كده اند سو اون يبقى ديت اللي حرارة ايه؟ ديت يا شباب السايكل بتاعت الهواء المستخدمة عندي طيب السايكل ديت شكلها عامل ازاي يا دكتور؟ بالمنظر اللي قدام حضراتكم ده كده بص كده معايا من النقطة رقم واحد النقطة رقم واحد يا شباب للنقطة رقم اثنين أدي النقطة رقم واحد إحنا بنشرح هنا في البي في دايجرام. فمن النقطة رقم واحد للنقطة رقم اثنين عبارة عن شكل كيرف العلاقة بتاعته بي في الفي أس جاما بتساوي كونستانت. حد يقدر يفتكر العلاقة دي كانت اسمها إيه؟ إحنا كنا خدنا خمس خمسة ريليشن. فاكرين البي في الفي أس جاما دي بتساوي إيه يا شباب؟ اللي هي بالظبط كده، ممتاز. يبقى ديت يا شباب اللي هي دكتور عليه. في ناس على الويتنج يا دكتور في ناس على الويتنج انا مش شايف حد على الويتنج كده ولا ايه اه تمام ماشي يبقى احنا كده يا شباب بنتكلم على مين؟ بنتكلم على الأديابيتك من نقطة واحد للنقطة اتنين دي علاقة أدياباتيك طب علاقة الأديابيتك ديت اللي احنا كنا بنقول عليها اللي هي إيه يا دكتور؟ إن مفيش حرارة داخلة للسيستم الكيو بتاعتي بتساوي إيه؟ الكيو بتاعتي بتساوي زيرو تمام اللي هو السيستم معزول حراريا طيب بعد كده من اتنين لتلاتة بدأ الكيو تخش صح كده؟ لو الناس تفتكر فوق في الرسمة كان من اتنين لتلاتة بدأ الكيو تخش بس عند كونستانت إيه بقى؟ كونستانت بريشر فالكونستانت بريشر ديت عشان كده بدات تظهر معايا اللي هي الايه اللي احنا بنقول عليها البرايتون سايكل او الكونستانت بريشر سايكل طيب بعد كده من 3 ل 4 اللي هي راحه للتربينه ده ورك اوت طالع من التربينه صح كده وبالتالي من 3 ل 4 برضه دي علاقه ادياباتيك اللي هي بي البي في البيئة اس جاما بتساوي كونست. ثم من 4 ل 1 ديت علاقه كونستانت بريشر هي كمان اللي هي فيها هيت اكسشينج وبالتالي بيطلع منها اوت ايه اوت هيت اللي اسمها كيو 2 يبقى بالمنظر ده كده يهمني قوي وانت بترسم في اي مساله تبقى راسم الشكل ده قدامك بنفس التفصيله بتاعته دي تقول لي ان في كيو داخله من هنا في ورك داخل من هنا في ورك اوت طالع من الناحيه الثانيه في كيو طالعه كيو اوت طالعه من هنا يبقى ده مهم جدا طيب يبقى انت عندك هنا ايه؟ اثنين كونستانت بريشر فعشان كده الماجوريتي بتاعها اللي هو الكونستانت بريشر ده عشان كده سمى الايه؟ سمى السايكل ديت على اسم الكونستانت بريشر سايكل او برايتن سايكل ثم بعد كده اثنين ادياباتيك يبقى ديت دي الحاله بتاعتي يبقى شكل السايكل بتاعتي يا شباب اثنين ادياباتيك واثنين ايه؟ واثنين كونستانت بريشر طب بص كده عليها في التي اس دايجرام التي اس دايجرام اللي هو التمبريتشر مع الانتروبي انت مش بتقول ادياباتيك يا دكتور اللي هي الفتره من واحد لثلاثه اهو من 1 ل 2 قصدي ادي من 1 ل 2 ادياباتيك اللي هي ليه؟ اللي هي كونستانت الكونستانت بتاعتنا الكونستانت اس صح كده لان الكيو بتساوي صفر ولو تفتكروا خدنا القانون المره اللي فاتت ان الكيو بتساوي ايه التكامل بتاع التي في الدي اس فالتغير في الدي اس بيساوي صفر يبقى اذا الاس بتاعتي عباره عن ايه كونستانت يبقى من 1 ل 2 دي شكل كونستانت ثم بعد كده من 2 ل 3 دي بتبقى كونستانت بريشر فمفيش هنا علاقه بالبريشر فبتتعمل بشكل كيرف تمام ثم من ثلاثه لاربعه برضه فتره ادياباتيك وبالتالي يبقى ده الكونستانت بتاعها ثم من اربعه لواحد دي الفتره الثانيه اللي هي بتاعت الايه؟ فتره الكونستانت بريشر فاتعملت بشكل الكيرف بتاعك بالمنظر ده كده يبقى دي يا شباب ليه؟ السايكل بتاعتنا في الدي اس دايجرام طيب كلام جميل أو الكلام ده ده وبالتالي لو احنا جينا نتكلم على الورك انبوت اللي داخل للكمبريسور فهو عباره عن الاتش 2 ناقص الاتش 1 ده جبتها منين يا دكتور ما هي العلاقه الاول علاقه عندي اللي هي بتاعه الكونستانت بريشر صح كده آه سوري اللي هي اللي, هي اللي هي علاقه الادياباتيك ففي علاقه الادياباتيك يا شباب الورك بتاعي بيساوي اتش 2 ناقص الاتش 1 او السي بي في تي 2 ناقص تي 1 ثم الهيت سبلاينج ان هيتر اللي هي الكيو 1 اللي هي الفتره من 2 ل 3 الفتره من 2 ل 3 اللي هي علاقه الكونستانت بريشر علاقه الكونستانت بريشر يا دكتور هتبقى عباره عن اتش 3 ناقص اتش 2 او سي بي في تي 3 ناقص تي ماشي كل ده موجود عندك في الجدول بتاع القوانين طيب الورك اوت اللي طالع من التربينه طب الورك اوت اللي طالع من التربينه اللي هي الفتره اهو من 3 ل 4 ديت اللي هي بتاعت الكونستانت انتروبي او اللي هي فتره الاديباتيك فتره الاديباتيك يا دكتور هتبقى عباره عن اتش 3 ناقص اتش 4 او سي بي في تي 3 ناقص تي 4 الهيت ريجكتد الكيو 2 اللي هي طالعه من الهيت اكسشنجر اللي في الاخر خالص اللي هي عند كونستانت بريشر 4 اتش 4 ناقص اتش 1 يبقى كلها بتعتمد على الانثالب او عباره عن السي بي والسي بي ديت اللي هي السبيسيفيك هيت ات كونستانت يا شباب ات كونستانت بريشر فعشان كده خد بالك لو لاحظت ان كل القوانين هنا او كل الحالات كلها بتعتمد على السي بي صح كده عشان كده اللي هو قال لك انها ديت ايه الماجوريتي بتاعها انها كونستانت بريشر فتطلع شكل العلاقات بتاعتك بالمنظر ده كده طبعا لو حبينا نحسب الكفاءه احنا عارفين ان الكفاءه بتساوي واحد ناقص كيو اتنين على الكيو واحد. شيل الكيو اتنين وحط قيمتها وشيل الكيو واحد وحط قيمتها ادي الكيو واحد اهو وادي الكيو اتنين. تمام حطينا القيم بتاعتها طبعا السي بي تروح مع بعضها فيدي لك المنظر بالشكل ده كده طيب في علاقات تانية بتربط لك الدنيا ببعضها فاكرين انتوا العلاقات اللي احنا كنا خدناها قبل كده دي ان t 2 على التي 1 بتساوي البي 2 على البي 1 في جاما ناقص واحد على جامة ماشي فاحنا ممكن نشيل البي 2 على البي 1 ونحط علاقة اسمها الار بي ايه الار بي دي ديت اسمها البريشر ريشيو عشان بس لما تشوفها في المسائل وتعرف اقول لك البريشر ريشيو بيساوي كذا فمش لازم ادي لك البي 2 بكذا والبي 1 بكذا لا ادي لك الار بي على طول ماشي اللي هو بيساوي بي 2 على كام؟ اللي بيساوي البي 2 على البي 1 على طول. طيب كلام جميل قوي. أو. أو ممكن تقول إن الـ T3 على الـ T4 برضه بتساوي الـ 2 على الـ P1، الكلام ده أس جاما ناقص واحد على جاما. فتشيل الـ 2 على الـ P1 برضه وتحط الكلام ده. ماشي يبقى أنت ممكن تجيب التمبريتشر بتاعتك بعلاقة البريشر ريشيو على طول. يبقى ده T2 أهو بيساوي T1 في البريشر ريشيو أس جاما ناقص 1 على جاما. نفس الكلام الـ T3 بالقصة دي كده. ماشي الكلام. يبقى ده هي العلاقة بتاعتنا. طبعًا إحنا دوت اللي هو المن... في المعادله بتاعه الافشنسي ممكن تشيل التنين وتعوض بيها بالمنظر بتاعك بالمنظر اللي قدامك بالشكل ده كده يطلع لك الكفاءه بتاعه الجول سايكل او البرايتون سايكل بتساوي واحد ناقص واحد على ار بي اس جاما ناقص واحد على جاما الار بي ديت اللي هي البريشر ريشيو ماشي القانون دوت موجود فين؟ موجود برضه في صفحه اربعه في الكتاب بتاع الجداول مش لازم تحفظ قانون الافشنسي ماشي الكلام يا شباب طيب كلام جميل قوي الكلام ده طيب الورك بقى الورك ريشيو بيساوي النيت ورك على الجريس ورك النت ورك على الجريس ورك بتاع الجروس ورك بتاع طيب يعني ايه النت ورك يا دكتور النيت ورك دوت اللي هو محصله الورك بتاعتي محصله الورك اللي طالع الورك اوت ناقص الورك انبوت مش دول الورك اوت اللي هو طالع في من التربينه ناقص الورك اللي طالع من الكومبريسور على الورك اوت اللي طالع من التربينه ده الجروس بتاعنا خلاص يبقى ده يا شباب الايه القصه بتاعتنا بتاعه الوركر شو هيطلع لك طبعا لما تشيل السي بي كلها مع بعضها هيطلع لك بالمنظر الايه اللي قدامك ده 1 ناقص التي 2 ناقص التي على التي 3 ناقص التي 4 طبعا ديت هتروح مع ديت او ديت 9 على تديك واحد بعد كده القيمه دي مع القيمه دي تطلع لك بالمنظر ده يبقى دي بنقول عليها قيمه <تضحكت> الورك ايه النت ورك والجروس ورك ده ما خدتش بالي نعم ال النت والجروس ورك ده ده قانون للورك ريشيو علاقة الورك ببعضها يعني ايه الورك ريشيو؟ يعني الورك اللي بتقدر تستفاد بيه على الورك اللي داخل للسيستم بتاعك او الورك اللي خارج من السيستم. يعني كأنك بالظبط كأنها زي كفاءة كده بس كفاءة للورك يعني. ده طيب بنقول عليه الورك ريشيو. خلاص؟ زي بالظبط كده اقول لك ايه بمعنى ايه؟ لما تيجي تقبض مرتب كده يقول لك ان او تيجي تتعاقد مع اي شركة وتيجي تقول لك المرتب يقول لك هنديلك مثلا 10000 جنيه. فانت تحس ان المبلغ كايه حلو كويس وتوافق على كده بس انت مش واخد في بالك ان هيتشال منك تامينات وهيتشال منك ضرايب فال10 دولت هينزلوا مثلا يبقوا سبعه فانت ايه ده يا جماعه انا باخد سبعه ليه؟ انت مش كنت قايلين لي 10 اقول لك ما انت ما قلتش بقى انت عايز النت ولا عايز الجرس هو ده يعني ايه بقى النت يعني إيه الجرس؟ النت ده اللي اخده في ايد اللي بستفاد بيه بقى هو ده اللي انا عايزه في ايديا لكن ما تجيش تقول لي لا انت هتاخد الجرس كذا، جرس ايه كذا وبعدين؟ إيه؟ فهو طمع. ده الفكره بتاعه الورك ريشيو ماشي طيب دي العلاقه اللي احنا قلنا لسه قايلينها التي 2 على تي 1 بتساوي التي 3 على تي 4 بتساوي الايه البريشر ريشيو في ال... الاس بتاعنا ده كله فلو انت عايز تجيب اي تمبريتشر هتجيبها على طول من العلاقه بتاعتك بالشكل ده كده طيب ده قانون الورك الورك ريشيو برضه لما تعوض بقى وتشيل التي 2 وتحط القيمه بتاعتها نفس الكلام بايه بالقوانين اللي هي لسه قايلين دي عليها ديت فتوصل قيمه الورك ريشيو بتاعتك بالشكل اللي قدامك ده كده 1 ناقص تي 1 على تي 3 في البريشر ريشيو اس جاما ناقص 1 على جاما طيب طبعا قيمه الجاما دي احنا اتكلمنا عنها قبل كده اللي هي الجاز اندكس بتاعك وبتبقى معروف قيمتها على حسب نوع الايه الجاز اندكس طيب ده كده يا شباب وده مثال بيوضح لك القصه اللي احنا بنحكي فيها طبعا اتفقنا اي اكزامبل يجي لك او اي بروبلم تيجي لك في الامتحان لازم ترسم البي في و والتي اس دايجرام بتاعها ده لازم فطبعا اول ما تشوف كلمه الكونستانت بريشر سايكل او برايتون سايكل او جول سايكل على طول تجري وتروح جاي راسم الرسمه دي الرسمه مش محتاجه بس تحط عليها الفاليوز بتاعتك بقى اللي انا مديها لك في المساله ماشي الكلام يبقى ده كده شكل المثال بتاع في البي في دايجرام وفي التي اس دايجرام يبقى بنظرها بالمنظر ده كده ماشي ممنوع حد يحل مساله من غير ما يرسم باكد تاني يا شباب ممنوع حد يرسم اي مساله من غير ما ايه من... من يحل اي مساله من غير ما يرسم مثال اللي تقدر تبص عليه بعود مباشر في القوانين اللي احنا لسه طيب النوع الثاني الاوتو سايكل والاوتو سايكل هنا يا شباب بنتكلم فيه على الكونستانت فوليوم هذا النوع الثاني طب كونستانت فوليوم ازاي يا دكتور تعال نشوف بقى القصه دي قال لك اهو ادي البروسيس بتاعتك مش انت بتقول ان السايكل دلوقتي زي ما شرحت لنا في الجول سايكل او البرايتن سايكل دي بتبقى عباره عن اربع بروسيس فنفس الكلام هنا بالظبط البروسس الاولانيه اللي هي من واحد لاثنين قال لك ديت عباره عن ايزنتروبيك كومبريشن ثم البروسيس من اثنين لثلاثه كونستانت فوليوم هيتنج ثم من ثلاثه لاربعه ايزنتروبيك اكسبانشن ثم من اربعه لواحد كونستانت فوليوم كولينج يبقى عندك الكونستانت فوليوم بتاعك بالشكل ده كده في اثنين لثلاثه ومن اربعه الوين. من اربعه لواحد زي بالظبط فكره الكونستانت ايه زي فكره كونستانت بريشر اللي احنا كنا لسه شرحناها فوق طيب تعال نبص كده طبعا الافشنسي ما فيش فيها كلام تعال نبص كده على شكل السايكل بتاعتك عامل ازاي لو جينا بصينا شباب انت بتقول من واحد لاتنين ايزنتروبيك اللي هي البي في الفي اس جاما بيساوي كونستانت اللي هي حاله Adiabatic بتاعتنا العاديه خالص ثم من اتنين لتلاته كونستانت فوليوم من تلاته لاربعه ايزنتروبيك او اللي هي ادياباتيك ثم من اربعه لواحد اللي هي الفتره دي يا شباب الكونستانت برضو ايه كونستانت فوليوم طب لو حبينا طبعا من واحد من اتنين لتلاتة ومن اربعة لواحد لما تروح بيهم في التي اس ده هيتعملوا شكل كيرف او من اتنين لتلاتة ومن اربعة لواحد هيتعملوا شكل كيرف بالمنظر ده كده طيب بعد كده حاله الادياباتيك مش انت بتقول ان حاله الادياباتيك يا دكتور اللي هي الاس بتاعتها كونست يبقى دي الواحد لاتنين وادي من ثلاثة لاربعه يبقى شكل الكيرف بتاعنا يا شباب ماشي الكلام كده خلي بال حضراتكم ان الكيرف او التي اس ده بتاع البرايتن سايكل زي بتاع مين؟ زي بتاع اللي هي الاوتو سايكل الاثنين زي بعض بالظبط اللي هي دكتور زي بعض بالظبط هنا الكيرف بتاع ده بتاع كونستانت فوليوم هناك كان بتاع كونستانت بريشر بس نفس شكل الكيرف صح كده لان هنا ما فيش علاقه للفوليوم ولا للبريشر فمش ظاهرين في التي اس دايجرام فبيتعمل بشكل كيرف بالمنظر ده فرسمه التي اس دايجرام للاثنين زي بعض ولكن الرسمه هنا بتختلف البي في دياجرام عن البي في دياجرام بتاعت مين؟ بتاعت البرايتون سايكل. طيب كلام جميل قوي الكلام ده يا دكتور. يبقى الكفاءه بتاعتي برضه هنا بقى يا دكتور انت بتتكلم في كونستانت فوليوم يبقى عباره عن سي في. صح كده؟ طيب سي في طالما تشوف بقى كيو 2 دي طالعه منين؟ ادي الكيو 2 يا دكتور هي 1 ناقص الكيو 2 على كيو 1 طيب الكيو 2 دي طالعه منين؟ من 4 ل 1 يبقى دي يا دكتور هتقول اهو تي 4 ناقص تي 1. طيب الكي واحد طالع مننا يا دكتور من اتنين لثلاثة يبقى سي في في تي تلاتة ناقص تي يبقى ده شكل الايه شكل العلاقة بتاعتنا بالمنظر ده كده طبعا السي في تروح مع بعضها فيطلع لك الايه الافشنسي بتاعتك بصورة بسيطة خالص طيب بعد كده بدأنا نتكلم بقى على نفس القانون بالظبط ظهر بقى ريشيو جديدة اسمها ار في كانت هناك اسمها ار لان انت هناك كان بريشر هنا اسمها الكومبريشن ريشيو اسمها الار اي -E. اسمها الار -E. في ال اللي هي اس جاما بس جاما ناقص واحد يبقى ده القانون بتاعها اللي هي عباره عن علاقه ال في واحد على ال او ال اربعه على ال كل ديت بنقول عليها علاقه مين يا شباب؟ علاقه ال ار يبقى دي بالنسبه لنا قيمه ال طيب وبالتالي انت ممكن هنا يا دكتور تشيل ال او تقول ال تي بتساوي بقى تي واحد في ال ديت او ال تي بتساوي تي اربعه في قيمه ال من هنا ممكن تشيل الكلام دوت وتعوض في قانون الافشنسي يطلع لك الافشنسي بتاعت الاوتو سايكل واحد ناقص واحد على الار في اس جاما ناقص واحد هناك كانت فوق برضه يا دكتور واحد على واحد اس ار أه بي بتاع ار بي اس جاما ناقص واحد على جاما ماشي يبقى انا جبتها لك كده كفانكشن في مين في الكومبريشن ريشيو او الفوليوم ريشيو لو انت عايز تسميها بالشكل البسيط بتاعها ده طيب في قانون تاني لقيمه الار في القانون القانون تل... الار في ده يا شباب قال لك ده عباره عن الستروك فوليوم زائد الكليرانس فوليوم على الكليرانس فوليوم. طيب ايه بقى القصه بتاعته ديت؟ ايه هي الستروك فوليوم؟ قال لك الستروك فوليوم دوت عباره عن او بنقول عليها السويبت فوليوم الباي على 4 دي سكوير في الستروك في اللينس بتاعك. شكلها عامل ازاي؟ قال لك اهو ده كان زي شكل بيستم كده بالمنظر اللي قدامك ده كده. فالستروك دوت اللي هو المشوار اللي بياخده البيستم لحد ما يوصل للايه؟ القيمه النهائيه بتاعته. فالاريا او الفوليوم اللي الحازو مش او المشي دوت عباره عن ايه طبعا دي تبقى عباره عن سلندر ستون فباي على 4 دي سكوير دي الاريا بتاعتك مضروبه في اللنس في المشوار اللي مشيه يبقى انا كده جبت الفوليوم. الفوليوم المشوار اللي مشيه الاستروك اللي هو مين اللي هو اسمه الايه L Stroke بتاعتنا اللي احنا لسه قايلين القانون بتاعها بالمنظر ده كده يبقى دي هي الفي مين هي الفي ستروك طيب التوتال سلندر فوليوم هي عباره عن الفي ستروك زائد الفي كليرانس ايه الفي الجزء المتبقي بتاعي بقى الجزء المتبقي من البيستم بتاعي ده اللي هي الجزء رقم بي اللي انتوا شايفينه بالمنظر اللي قدامك ده كده الجزء دوت يا شباب اللي احنا بنعالج كليرانس ايه الكليرانس فوليوم يبقى عندك البيستم مش المشوار ده كله يبقى احنا حسبنا الفوليوم بتاعه زائد الفوليوم ده كده يبقى انت كده جبت الفوليوم بتاع السلندر كله ماشي هو اسمه الفي كام هو اسمه الفي 1 طيب يبقى انت معاك كده تقدر تحسب منها قيمه مين يبقى انت الاستروك زائد الكليرانس على الكليرانس فوليوم هي دي بنقول عليها الكمبريشن ايه؟ الكمبريشن ريشيو طيب يبقى الار في يا شباب اهو هتساوي ال v1 اللي هو المشوار كله او السلندر كلها الفوليوم بتاعها على الفوليوم بتاع ال v2 ايه ال v2 دوت يا دكتور؟ اللي هو الجزء اللي هو بتاع مين؟ بتاع الكليرانس بتكون <applause> نعم ال v Clearance بتكون جيفن؟ هديها لك جيفن اه أو. او ممكن ادي لك التوتال ماشي طيب وانت تحسب الاستروك القانون ده, ده, ده من... القانون انت ده ده تحسب الاستروك فتجيب منها الكليرنس نعم القانون ده مش موجود في كتاب الجداول هل مسموح ان انا اكتبه ولا ممنوع؟ لا لا ممنوع تكتب اي حاجه في كتاب الجداول يا شباب وناكد على النقطه دي برضه محدش يكتب اي حاجه في كتاب الجداول سواء بقى بالرصاص ولا بالجاف عشان المراقب اللي بيراقب عليك ولا الدكتور اللي موجود في اللجنه لو شافك كده في الكتاب هياخد منك الكتاب وتبقى انت عايز بقى تستلف من زميلك القصه دي كلها ومش هيسمح بكده فبعد اذنكم ممنوع حد يكتب في الكتاب بتاع الجداول اي حاجه ده حاجه القانون مش محتاج ان انا يعني يعني اكتبه يعني ده حاجه ممكن نحفظها بسهوله يعني خلاص وده المثال اللي بيوضح القصه دي يا شباب طيب النوع التالت عندك مثال تاني اهو برضو بيحسب لك الفي ستروك اهو بتحسب الفي ستروك منه بعد كده بتحسب الار في مثال بسيط مثال بسيط جدا يعني كلها تعويض مباشر في القوانين طيب النوع التالت بقى يا شباب اللي هو بنقول عليه الديزل سايكل تمام كده بالديزل سايكل دوت كنا لسه بنقول عليه اللي هو الموديفايد كونستانت ايه موديفايد كونستانت بريشر ادي آه البروسيس بتاعته اول حاجه بروسيس ادياباتيك او اللي هي الايزنتروبيك البروسيس الثانيه من 2 ل 3 كونستانت بريشر ثم بعد كده من 3 ل 4 اكسبانشن ادياباتيك اكسبانشن ثم من أربعة لواحد 1 كونستانت فوليوم كولينج طب تعال نشوف الرسمه بتاعتها يا دكتور ادي ايه الرسمه بتاعتها بالمنظر ده كده بص هنا عمل ايه كونستانت بريشر وبقت فيه كونستانت فوليوم اه ده بقى بقى ميكس اهو يبقى الديزل سايكل ديت عملت ايه عملت ميكس ما بين الاثنين طيب الميكس اللي اتعمل ده يا دكتور ظهر لك هنا هو في الرسم اول حاجه حاله الاديباتيك ثم من 2 ل 3 دي كونستانت بريشر من 3 ل 4 من 4 لواحد 1 كونستانت فوليوم كانت هناك كونستانت بريشر لما كنا بنتكلم على برايتون وكانت كونستانت فوليوم لما كنا بنتكلم على الاوتو سايكل دلوقتي بقى دكتور خد الحلو من ده وخد الحلو من ده خد حته من كونستانت من برايتون وخد حته من الاوتو سايكل في الحته بتاعه البرايتون اللي هي الكونستانت بريشر اللي هي من 2 ل 3 ومن 4 ل 1 يا دكتور اللي هي الكونستانت فوليوم طيب لو جينا نرسم الكلام ده الرسمه بتاعتهم ادي آه الرسمه بتاعتهم بالمنظر اللي قدام حضراتكم ده كده في التي اس دايجرام برضو من 1 ل 2 ده ادياباتيك من 3 ل 4 ادياباتيك وادي الكونستانت فوليوم وادي الكونستانت بريشر ما فيش فيهم مشكله خالص ماشي الكلام يبقى دي كده الحاله بتاعتنا يا شباب برضو كم... الكفاءه بتاعتنا واحد ناقص الكيو 2 على الكيو واحد بس فين الكيو 2 وفين الكيو واحد يا دكتور او ادي آه الكيو واحد عشان كونستانت يا دكتور بنتكلم عليها في الكونستانت بريشر فهتراحت للسي بي الكيو 2 هتروح للكونستانت فوليوم فبقت اسمها سي في ادي آه القوانين بتاعتنا تقدر تعوض بقانون الافشنسي بسيطه جدا طب السي بي على السي في يا شباب او يديلك السي... لك اللي هو الواحد على جامب سي في على السي بي يديلك الجاي الجامعه تحت فحطيت عوضت عنها بالايه؟ بقانون الجامعه لان احنا خدنا الجامعه بتساوي السي بي على مين؟ على السي في طيب يبقى دي قانون الايه؟ القانون بتاع الكفاءه بتاعت طيب تقدر تعوض يا دكتور في الحته بتاعت الاديباتيك ديت ان هي تي 2 على تي 1 الجزء بتاعها بص جامعه ناقص واحد يبقى دي قانون الار في ماشي كده يبقى انت تقدر تشيل الكلام ده طيب خلي بالك من حاجه ان في قانون جديد بقى او في ريشيو جديده او فاكتور جديد اسمه البيتا والبيتا دوت يا شباب زي ما هنشوف دلوقتي هو عباره عن ايه؟ تي 3 على تي 2 ده في البروسيس من 2 ل 3 اللي هي في البروسيس بتاعت الكونستانت ايه؟ كونستانت بريشر ماشي؟ طبعا كونستانت بريشر يا دكتور يبقى كانت بتقول ان البي في الفي بتساوي ار تي ماشي كده؟ فانت ها عندك هنا بنتكلم ان ده كونستنت بريشر في العلاقه ما بين الفوليوم ومين والتمبريتشر على طول طبعا الار مالهاش قيمه يعني او الار قيمه ثابته فالتي 3 على تي 2 بتساوي الفي 3 على الفي 2 علاقه طرديه ما بين التي والايه والفوليوم يدي لك تشال الفي 3 على الفي 2 وحط قيمه اسمها ايه يا شباب اسمها بيتا يبقى البيتا ديت هي عباره عن كانك بتقول فوليوم ريشيو ما بين الفي 3 على مين على الفي 2 خلاص يبقى التي 3 هتساوي التي 2 في قيمه البيتا ماشي طيب البيتا ديت يا دكتور قال لك دي عباره عن ايه؟ لها مسمى تحت هنشوفه دلوقتي. يبقى انا هشيل ال T2 واحط القيمه بتاعتها اللي احنا لسه قايلينها فوق اهو اللي هي بتساوي T1 في ال في أس جاما ناقص 1. يبقى ده كل قانون ال T3 لو انت عايز تجيبها من ايه؟ من ال T1. ماشي الكلام؟ بعد كده نفس الكلام بالظبط. ادي ال T4 على ال T3 ده اللي هي البروسيس من 3 ل 4 بقى. هتساوي ال V3 على ال V4 أس جاما ناقص 1 علاقة الأدياباتيك. ماشي يبقى إذا هتقول لي بقى يا دكتور ممكن تضرب الكلام ده كده الفي 3 على الفي 4 تضربها في 2 على في 2 كانها كأنك ما عملتش حاجة يعني ماشي طيب لو أنت هتقسم الاثنين بقى على بعض تخلي الفي 2 الناحية دي يبقى في 3 على في 2 بتساوي الفي 2 على الفي 4 الكلام ده هيساوي طيب إحنا لسه قايلين دلوقتي يا دكتور في قيمة للبيتا وفي قيمة للآر في هي مين البيتا ومين الآر في البيتا هي الفي 3 على الفي 2 فشلت الفي 3 على الفي 2 وحطيت البيتا طب ال v2 على ال v4 دي علاقة ال في اللي هي الفوليوم ايه او اللي بيقولوا عليها الكومبريشن ريشيو اللي هي واحد لك واحد على ال في يبقى بيتا على ار في قص جاما ناقص واحد يبقى إذا ال t4 هتساوي ال t3 مضروبة في ايه بقى؟ هتشيل القصة دي كلها وتحط بيتا على ار في قص جاما ناقص واحد يبقى من هنا تقدر تقول تشيل ال t3 برضه وتحط القيمة بتاعتها اللي هي t1 في ال ار في قص جاما ناقص واحد هتدي لك كل القصة دي بيتا في t1. اس ار في ار في اس جاما ناقص واحد مضروبه في البيتا على ار في في جاما اس الص... واحد اللي هي القيمه دي تنزل زي ما هي ماشي لما تيجي تقدر تقدر تدخل القوسين دول في بعض هيدي لك الكلام ده تي واحد في بيتا اس جاما يبقى تي اربعه بتساوي تي واحد في البيتا اس ايه في البيتا اس جاما وتقدر تحسب بعد كده من قيمه الكفاءه بتاعتك تعوض في القانون الكفاءه اللي احنا لسه فوق يوصل للشكل بتاعك بالمنظر اللي قدامك ده كده يبقى ده كده قانون اللي يا شباب ده كده القانون بتاع اللي هي الديزل سايكل الافشنسي بتاعتها والقانون ويق... بتاع البيتا اللي ظهرت معايا والبيتا دي زي ما انتم شايفين اسمها الكات خلاص يبقى دي كده قانون البيتا وادي قانون الار بي وقانون الكفاءه دي كلها بالنسبه للديزل ايه للديزل سايكل وهتلاقي في مثال على القصه اللي احنا بنحكي فيها ديت اول ما تشوف المثال طبعا المثال هوضح لك هتلاقي في المثال على طول اقول لك هو بيزد اون ايه ديزل سايكل فانت على طول تبقى عارف ان شكل الديزل سايكل ترسم لي البي في والتي اس دايجرام بتاعها وتبدا تعوض ده كده القانون بتاعنا وادي مثال تاني برضو بيوضح لك هنا برضو اللي انت عشان تحسب الايه الاستروك بتاعك بالقانون بتاع الار في مفيش اي مشكله خالص النوع الاخير بتاعنا يا شباب اللي احنا بنقول عليه الدول كومباشن سايكل ده يعتبر النوع الايه اللي الاخير عندنا <applause> مش اكتر الدول كومباشن سايكل بتتكون برضو من هنا من كام بروسيس بقى دكتور من خمسه بروسيس او خمسه سايكل او نقدر نقول خمسه بروسيس البروسيس هنا زادت في بروسيس جديده زادت معانا يعني احنا كنا متعودين ان اي بروسيس عندنا في السايكلز اللي احنا شرحناهم كلهم كلهم كانوا اربعه ايه اربعه بروسيس لا هنا دلوقتي يا دكتور في بروسيس زادت معايا اللي هي من خمسه لواحد البروسيس الاخيره دي طيب هنا بقى ده ايه عمل ميكس غريب كده عمل حاله ادياباتيك في الاول اللي هي الايزنتروبيك بعد كده كونستانت فوليوم بعد كده كونستانت بريشر بعد كده ادياباتيك تاني بعد كده كونستانت فوليوم يبقى في اتنين كونستانت فوليوم وفي واحده كونستانت بريشر طبعا خلي بالك ان الدول كومباشن سايكل ديت يا دي شباب مش هقول لك الحالات ايه لان انت اوريدي حافظ ان الحالات دي نوعها او شكلها ازاي يعني انا اول ما اقول لك في المساله في المساله الدول كومبشن سايكل مش هشرح لك كل بروسيس عباره عن ايه بقى لا انا هدي لك قيم للبريشر هدي لك قيم للفوليوم هدي لك قيم للانتروبي يعني انت تبقى عارف بقى ازاي انت فاهمين قصدي ايه فانت مش البروسيس ديت انت لازم تبقى حافظها عشان تعرف ترسم الرسمه بتاعتها ماشي طيب ادي آه الشكل بتاعها اه زاد الشكل بالمنظر ده كده ليه يا دكتور لان بقت عباره عن خمسه بروسيس ادي البروسس الاولانيه ادياباتيك من واحد لاثنين من اثنين لتلاتة كونستانت فوليوم من ثلاثه لاربعه كونستانت بريشر من اربعه لخمسه ادياباتيك من خمسه لواحد عباره عن كونستانت فوليوم يبقى انت عندك بانظارك بالشكل ده كده طب لو حبينا نرسمها في التي اس اهو بص كده معايا من واحد لاثنين ادياباتيك من ثلاثه لاربعه فيرتيكال نعم في الرسمه اللي بتاعت التي اس من ثلاثه لاربعه أه. فيرتيكال ليه؟ من من ثلاثة لأربعة فيرتيكال ليه؟ ايوه عشان اديباتيك؟ اهو يعني من ثلاثة لأربعة كل ستاند بريشر ثانية واحدة لا لا دي غلط في في الارقام هنا يا شباب رقم ثلاثة خلي بالكم عشان نعدلوها عندكم في الكتاب دي النقطة دي رقم ثلاثة النقطة دي رقم أربعة بدل ثلاثة دي تبقى أربعة وهنا خمسة وهنا واحد ماشي كويس انك خدت بالك منها دي يا باشمهندس دي النقطة رقم ثلاثة يا شباب النقطة اللي مش متحطوط عليها رقم دي دي النقطة رقم ثلاثة دي النقطة رقم أربعة بدل ثلاثة دي تبقى أربعة ودي النقطة رقم خمسة ودي النقطة رقم واحد زي ما هي ماشي بنا هنا كده دكتور هي الرسومات دي ثابتة لكل المسائل؟ اه طبعا طبعا لان سايكل ده اللي طلع السايكل دي فمثبت ال 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 الحالات اللي فيها يعني انا مش هلعبلك في حاله مثلا واقول لك ان الحاله مثلا من اتنين لتلاته دي مش عارف آه ايزنتروبيك او او آه ادياباتيك لا انا مش هقول لك اصلا اللي جواها ايه لان انا اول ما اقول لك ديزل سايكل او اقول لك دوال كومباشن سايكل اول ما اقول لك الاسم ده على طول تبقى انت عارف على طول انك هترسم الشكل على طول انا مش هغير لك داخل الحالات بتاعتها او داخل البروسيس بتاعتها تفهم فاهم قصدي؟ فده مفيش فيها تغيير يا شباب. طيب، كلام جميل أوي الكلام ده. يبقى دي يا شباب النقطة رقم ثلاثة دي النقطة رقم أربعة، دي النقطة رقم خمسة. ماشي كده؟ فأنت هتلاحظ من واحد لاتنين أو من واحد لاتنين أديباتك، فاتعملت اتعملت كونستنت بالمنظر ده كده. من اتنين لتلاتة. عبارة عن كونستانت فوليوم ومن تلاتة لأربعة كونستانت بريشر فدولت الفوليوم والبريشر هيتعملوا شكل كيرف من اتنين لتلاتة ومن تلاتة لأربعة بعد كده من أربعة لخمسة أدياباتيك فبتتعمل كونستانت من خمسة لواحد ديت عبارة عن إيه يا دكتور؟ عبارة عن كونستانت فوليوم فاتعملت بشكل كيرف بالمنظر اللي قدامك ده كده يبقى دي الرسمة بتاعتنا يا شباب ماشي الكلام؟ طيب كلام جميل أوي يبقى ديت اللي هي اللي احنا بنقول عليها الدول كومباشن سايكل ودي اللي هتلاقي المعادلات بتاعتها بقى طبعا مره بالسي في مره لو كونستانت فوليوم مره بالسي بي لو انت شغال كونستانت ايه كونستانت بريشر وادي قانون الكفاءه بتاعتك وبيعوض بكل قيمه عندك لكنت كيو 2 وكنت الكيو 1 فيطلع لك الشكل بتاعك الكفاءه بتاعتك بالمنظر اللي قدامك ده طبعا هيبدا يجيبها كعلاقه في الار في مرة وعلاقة في البيتا مرة وظهر كونستانت جديد هنا اسمه كي تمام كده قيمة الكي ديت عبارة عن البي 3 على البي 2 كأنه زي بريشر ريشيو كده ماشي يبقى ده ما قيمة اسمها اللي يا شباب قيمة اسمها الكي ظهرت معايا جديدة هنا في الدول كومباشن سايكل ديت وبعوض بيها في القانون بتاع التمبريتشر خلاص بقى احنا فهمنا القصة بتاعتها بتبقى ماشية ازاي طبعا بيتا بتظهر مع الفوليوم اللي هي الفي 4 على الفي 3 تمام اللي هي في البريشر بتاعت الكونستانت ايه الكونستانت بريشر بروسيس فبتظهر فيها البيتا بعد كده بعوض بقيمه الادياباتيك بتاعتي من 4 ل 5 ماشيها ايه بروسس بروسيس يعني طبعا اوصل في الاخر لشكل الكفاءه بتاعتي بالمنظر اللي قدام حضراتكم ده كده ده قانون الكفاءة بتاع الدول كومباشن سايكل الكي اسمها البريشر ريشيو الار في اسمها الكومبريشن ريشيو البيتا اسمها الكاتوف ريشيو وعندك قيمة تانية اسمها الار بي اللي هي البريشر ايه اللي احنا كنا قلناها قبل كده اللي هي الار بي او الار في ماشي ديت القوانين بتاعتنا كلها وده شكل الايه الكفاءه بتاعتنا شباب قانون الكفاءه في الدول كومباشن سايكل طبعا القانون ده برضه هتلاقيه عندك في صفحه اربعة. في الكتاب بتاع الجدبل. ماشي بيعتمد على البيتا وقيمه الكي وقيمه الار في وقيمه الجو ده كده القانون بتاعنا يا شباب بتاع الكفاءه الخاصه به الدول كومباشن سايكل هتلاقي في مثال بشرح لك بيه القصه اللي انتوا ايه عارفينها دي. طيب وادي الرسم بتاعتنا في المثال وحاطط طبعا الفاليوز طبعا لما تيجي ترسم يا شباب تحط لي الفاليوز زي ما انت شايف كده. ما ترسمليش الرسمه من غير فاليو. هتلاحظ ان كلها شغاله بايه؟ كل الفاليوز بتاعتك موجوده بالشكل اللي قدامك ده كده. ماشي؟ دكتور دكتور طب, طب واحد واحدة واحدة واحد بس يا شباب نعم الفرق بين الكيو مكتوب اللي هي البريشر ريشيو والار بي البريشر ريشيو برضه هناك لما كنا بنتكلم عنها كنا ممكن تكون هي ممكن نفس القيمه بالظبط يعني ممكن بس هناك بس عشان نميز برايتون عن ده عن الدول كومبشن سايكل فسميناها باسم كي لكن هي هي في الاخر تمام <applause> <applause> مين اللي بيسال تاني كده كده اضطر ان انا ارسم في اخر السؤال ولا ارسم من غير ما احط قيم واحط كام في الاخر براحتك مش فارقه المهم انك تحط لك قيم على الرسم تمام يا دكتور ماشي طيب وادي المثال بتاعنا يا شباب تقدروا تبصوا عليه كده مفيش فيه مشكله خالص تعود كله مباشر وذاكروا الامثله المحلوله كويس وزي ما انتم شايفين الكفاءه بتاعتك بتطلع بالمنظر اللي قدامك ده كده خلي بال حضراتكم من حاجه مفيش كفاءات يا شباب بالذات في شغل الثيرموداينامكس كفاءات بتعدي بتوصل من اول 70 وانت طالع مفيش كفاءات بتوصل للقيم دي دايما الكفاءات بتبقى كفاءات قليله يعني انت لو رحت اي محطه توليد وسالتهم الكفاءه بتاعت المحطه دي كام هيقول لك المحطه كفاءتها مثلا 45 50 55% ليه؟ لان الكفاءه ديت طبيعي اللوسز بتبقى عاليه جدا في اي سيستم بالذات السيستم الثيرموداينامكس لان زي ما قلت لكم دايما شغل المحطات بنشتغل بلي بالسكند لو اوف ثيرموداينامكس وبالتالي يبقى في جزء حاصل حاصل منه لوسز وما بقدرش ان انا استفيد بيه بقيمه كبيره وبالتالي بتلاقي دايما الكفاءه قيمها يا شباب قيمها قليله مش زي مثلا شغل المواتير مثلا لو احنا بنشتغل في الشغل بتاعنا اللي هو الماشين وكده فبتيجي تحسب الكفاءه مثلا للموتور او كفاءه الجينريتور بتلاقي الكفاءه بتاعته مثلا بتصل لايه 80 85% لكن هنا لا هنا الكفاءات بتبقى دايما قيمها يا شباب قيمها قليله فدايما تاخدها في اعتبارك كده لو قيمه الكفاءه وانت شغال في حل المسألة طلعت معاك رقم كبير لازم تتخض رقم قرب لل 100% لا يبقى انت عندك مشكله في ايه في حل المساله ماشي الكلام طيب كلام جميل او الكلام ده يا شباب ودي برضو بحساب بيه مثال مس... تاني بحساب قيمه الار في اللي هي عن طريق الايه الاستروك اللي احنا عارفينها القصه اللي احنا عارفينها دي طيب. شابتر 7. طالما لسه في وقت كده خلينا نتكلم على شابتر ايه آه. الشابتر آه. الاخير ده كتير قوي كتير قوي ايوه عشان نلحق نذاكر طب خلاص نوقف كيرو. كيرو. عشان, عشان مش عايزين ننزل الاسبوع الجاي يا هندسه احنا كده كده هننزل الاسبوع الجاي عشان الكنترول تقريبا يا يعني عم لا مش هننزل الخميس نا. ناخده بالمره ومش ح... عشان ما ننزلش الاسبوع الجاي يا جدعان سجل ايوه يا دكتور حضرتك ممكن دلوقتي عشان في الاونلاين حتى المحاضره متسجله وكده انا نعرف نزلت دلوقتي وتسجل المحاضره بحيث ان هو هي المحاضره مسجله يا شباب المحاضره مسجله ما بالمره يا شباب لو في الاكاديميه مش في الوقت هنعرف نذاكر ايوه يا دكتور كمل بقى اكتر من نص ساعه لسه خلاص ممكن عادي ممكن تشرحها يا دكتور عادي واللي عايز يسمع يبقى يسمع المحاضره لو مش هيذاكروا دلوقتي يعني طيب خلينا نكمل يا شباب انا انا يعني انا وجهه نظري والله براحتكم انا في كلتا الحالات انا موجود في المعهد الاسبوع الجاي ف عايزين ناجلها الاسبوع الجاي ما عنديش مشكله عايزين نكمل دلوقتي برضه ما عنديش ادنى مشكله خلاص شوفوا اللي انتوا عايزينه ايه انا معاكم فيه يا دكتور نكمل التسجيل ها. التسجيل هنعرف نكمل نعرف طيب في اي وقت فنعرف طيب. المحاضره طيب. في الاكاديميه ما بنعرفش نرجع لها تاني طيب خلينا, خلينا نكمل خلينا نكمل يا شباب احنا كل... كلامنا في الشابتر اللي فات كله بنتكلم على مين على الاير سايكل صح كده او زي ما عايز تقول بيرفكت جاز سايكل مفيش مشكله هنا بنتكلم على ايه بقى يا دكتور بنتكلم على الثيرمال باور ستيشن سايكل خلاص هنا بقى بنتكلم على ايه اللي هي الدوره بقى بتاعه الميه بقى الدورات الباور ستيشن نفسها اللي احنا الطبيعيه اللي احنا المفروض بنشوفها اصلا في الطبيعه ورا ماشي فهنا بنتكلم على الثيرمال باور ستيشن في الثيرمال باور ستيشن يا شباب عندنا انواع كتيره من الثيرمال باور ستيشن انواع الباور ستيشن عندنا كتيره يعني زي ايه بالظبط ممكن تلاقي عندك نوع بيشتغل بحاجه اسمها الرانكن سايكل تمام كده فور دراي ساتوريتد ستيم طبعا هنا بنتكلم بقى على بخار يبقى لازم ترجع بقى تخش جداول البخار بتاعتنا اللي احنا متفقين عليها خلاص طيب طبعا ما تنساش ان في محل هندسي لما تيجي ترسم البي في ديجرام او تي اس جرام بترسم المحل الهندسي بتاعنا اللي هو بيحدد لك الثلاث مناطق اللي احنا متفقين عليهم السب كولد منطقه الساتوريشن منطقه الايه السوبر ريت. طيب الرانكن سايكل دي بتشتغل ازاي بقى يعني انت عندك دلوقتي محطه يقول لك المحطه دي شغاله برانكن سايكل تسمعها كده وانت لما تبقى شغال واقف في محطه اساله وانت شغالين في ال... في الميكانيكال في ال... في ال... سايكل شغالين بايه يقول لك شغالين مثلا برانكن او شغالين بحاجه اسمها الامبروفد رانكن. تعال نبص عليهم شكلهم عامل ازاي. طيب ايه قصه الرانكن سايكل؟ طبعا احنا عارفين يا شباب ان بيبقى في بويلر، طبعا هنا بنتكلم بقى في محطه محطه ستيم. فبيبقى في بويلر بيسخن الميه خلاص كده؟ البويلر ده بيبدا يدخل الميه بتاعتي او البخار بقى اللي هي من النقطه رقم واحد، يبدا يدخلها على التربينه، بيبدا يدور لي التربينه بتاعتي. الجزء اللي بيطلع لي منه لوسز اللي هو الجزء رقم اتنين بيبدا يخش على الكوندنسر بتاعنا اللي هو مبادل حراري فبيبدا يبرد البخار ده والتاني عشان يتحول لميه يظهر لي في النقطه رقم ثلاثة بدخله طبعا النقطه رقم ثلاثة دي بتبقى نقطه سفليه المحطه البويلر ده بيبقى مبني يا شباب على اربع او خمس ادوار فطبعا البامب دي بتبقى تحت علشان ترفع الميه تاني اللي اتبردت او البخار اللي اتبرد ونزل لميه بدخل البامب ديت خور عن طريق ان انا بشغلها بالكهرباء بتاعتي فتبدا تسحب الميه اللي ماشيه من هنا كده تبدا تطلعها لي ثاني تمشيها لي فين؟ تدخلها لي في البويلر بتاعي تمام؟ ويبدا مع الميه اللي داخله مع البويلر فتبدا الميه تسخن بصوره اسرع ويبدا السايكل بتاعتي تفضل شغاله بالوضع ده. ده الشكل بتاعنا الطبيعي في اي محطه توليد تمام؟ طيب كلام جميل قوي شكل السايكل بتاعتنا بقى عامله ازاي اهو. دي شكل السايكل بتاعتنا شباب اللي شغال بيها رانكن عالم اسمه رانكن هو اللي طلع شكل السايكل بتاعتك بالمنظر اللي قدام حضرك اول سايكل عندي او اول بروسيس فيها البروسيس من واحد لاتنين بص كده البروسيس من واحد لاتنين دي عبارة عن بروسيس ايه البروسيس اللي قدام حضراتكم دي يا شباب اول بروسيس عندك اللي يمكن تقول عليها حد يقدر يتوقع حد في انهي منطقه دي منطقه الإيم <applause> الساتوريشن صح كده اللي هي فين النقطه من واحد لاتنين هنا اهو اللي هي الحته بتاعت التربينه يعني بيقول لك كده ان التربينه بتاعتك ديت بتشتغل في منطقه الساتوريشن طب هل الكلام ده منطقي لا لان احنا اتفقنا يا شباب ان التربينه عشان تشتغل بتشتغل في منطقه السوبر هيتت. ان البخار بتاعك يبقى بخار ايه بخار محمص فديت عشان كده اول فكره بدائيه طلعوها اول سايكل بدائيه طلعت بس سايكل البدائيه اللي طلعت يا شباب اللي هو العالم اللي طلعها العالم رانكن ده قال لك ان التربينة بتشتغل في منطقة مين؟ في منطقة الساتوريشن. طيب الكوندنسر اللي هي من نقطة من اتنين لتلاتة بتشتغل في ايه؟ قال لك ديت يا دكتور بتشتغل عند كونستانت بريشر. من اتنين لتلاتة بتشتغل في حتة الايه؟ الكونستانت بريشر. طب هل دي فيها مشكلة؟ لا ما فيش مشكلة في النقطة دي. كلام جميل يعني هل دي ما فيهاش أدنى مشكلة؟ لا. طيب النقطة بعد كده يا دكتور من تلاتة لأربعة. التربينة بتشتغل عند نقطة الساتوريشن. نعم. يعني مش مفروض التربيه تشتغل في السوبر هيتد؟ ايوه ما انا بقول لك ديت فكره بدائيه كانت لسه طالعه الفكره دي. ما انا بدي لك بس التطور طلع اللي طلع. حصل فيه. عشان كده بعد ما رانكن طلع السايكل ديت راح جه عامل حاجه اسمها الامبروفد سايكل. امبروفد رانكن سايكل. اللي هو ايه التطوير بتاعها بقى. هنشوفه لسه قدام دلوقتي. يبقى ده الرانكن سايكل يا شباب. طب من ثلاثه لاربعه، بص كده ده شكل كيرف على فكره، مش شكل ثابت. شكل الكيرف ده من ثلاثه لاربعه ده عباره عن ايه؟ اه لو جيت رجعت هنا كده دي حته بتاعه البامب فالحته بتاعه البامب ديت قال لك والله خد بالك ان البامب هنا عباره عن شكل كده كيرف ممكن تبقى كونستانت تمبريتشر مثلا تمام فبيطلع بشكل كيرف بالنسبه لك بالمنظر ده كده 4 5 1 دي كونستانت بريشر اللي انت بص كده شايفها هتلاقي كاتب لك هنا عباره عن فيها وكيو 4 5 1 ليه اتسمت بالشكل ده كده لان اعتبرت ان في نقطه 5 داخل البويلر يعني ف4 لحد 1 اللي هي النقطه دي كلها دي كلها بتبقى عباره عن كونستانت يا شباب كونستانت بريشر طيب خلي بال حضراتكم ان النقطه 4 راحت لنقطه السب كولد نقطه أربعة راحت فين للصبي ايه للساب كولد اللي هي كانها ميه بارده خالص ماشي هي كده هي نقطه خمسة نقطه خمسة دي داخل البويلر هي مش ظاهره هي كانك ممكن تقول من أربعة الواحد على طول لانها كلها اصلا كونستانت ايه هو احنا ليه حطينا خمسة بس علشان بتتقاطع مع الكيرف بتاع السب كولد او اللي احنا الكيرف اللي احنا بنقول عليه الويت ساتيوريشن. حطينا نقطة خمسة. ماشي بس ده الفكرة بتاعتها يعني مش اكتر. فهي المفروض ان البروسيس على بعضها من أربعة لكام؟ من أربعة لواحد اللي هي البروسس كونستنت ايه؟ كونستنت بريشر. طب نقطة خمسة دي ظهرت ليه يا دكتور؟ عشان بتتقاطع مع الكيرف بتاع الويت ساتيوريشن بس. طيب يبقى ده شكل السايكل بتاعتنا فرانكل سايكل. طيب في التي إس برضه نفس الفكره يا دكتور اول حاجه من واحد لاثنين دول بتوع التربينه انت شغال في منطقه الساتوريشن اه بس هنا بقى منطقه الساتوريشن بتاعتك قال لك دي منطقه ايه بقى؟ اشتغلها بالشكل اللي قدام حضرتك ده كده كانها منطقه ادياباتيك يعني كونستانت ايه؟ كونستانت اس إيه. إيه. ومن اثنين لثلاثه من اثنين لثلاثه اشتغلها يا دكتور كانها كونستانت تمبريتشر اه كونستانت بريشر هنا ماشي هنا من اثنين لثلاثه كانها طبعا انت شغال من اتنين لثلاثة دكتور داخل الكيرف هنا فبتبقى زي ما تكون خط ثابت بالشكل اللي قدامك ده كده وهنعرف الفاليو دي بالظبط ايه من ثلاثة لاربعه قلت لك نقطه اربعه بتقع في السب كولد فبتبقى بره الكيرف خالص بعد كده من اربعه لخمسه لواحد الحته اللي هي دي كلها على بعضها طبعا من خمسه لواحد بتبقى عباره عن خط ثابت بالشكل ده كده داخل الساتيوريشن ماشي فمن عندك من من اربعه لحد خمسه دي كلها منطقه الايه؟ منطقه الساب كولد وتبقى في الغالب تبقى كونستانت ايه اهو عندها كونستانت بريشر اللي هو الكيرف من 4 5 1 كل ده دو كيرف دو مين كيرف الكونستانت بريشر نعم هو كده من 3 ل 4 ديت ادياباتيك من 3 ل 4 لا مش ادياباتيك هي شكل كيرف مايل شويه بس هو بين مش إنها عملها تحت يعني. كونستانت تمام ماشي تعال نبص عليهم كده اول حاجه عملها أدياباتيك البامضة اول فتره يا شباب من واحد لاتنين دي فتره ايه ادياباتيك او الايزنتروبيك اكسبانشن للتربيت اللي هي الفتره من واحد لكام من واحد لاتنين من واحد لاتنين دي فتره ادياباتيك ماشي من تلاتة من اتنين لتلاتة دي فترة كونستانت بريشر أو اللي هو الخط بتاع الكونستانت بريشر أهو من اتنين لتلاتة وظاهرة هنا برضو فين في الكيرف بتاع البي في من اتنين لتلاتة برضو كونستانت بريشر. <applause> طيب الكيرف اللي بعده من 3 ل 4 دي فتره ايزنتروبيك او فتره ادياباتيك عباره عن شكل خط بالمنظر اللي قدام حضراتكم ده الخط المائل ده خط معدول يا شباب الخط المائل اللي هو من 3 ل 4 ده ممكن يبقى مايل قدامك في الرسم بس هو خط معدول يعني هو خط راسي ده فيرتيكال موازي للخط ده عشان انت بترسم ما ترسموش مايل بالمنظر اللي قدامك ده كده لا هو بس عشان التصوير هنا في شكل الكتاب باين انها مايلة ولكن هي الاساس بتاعها أنها خط ايه خط فيرتيكال من 4 5 1 بقى بتاعتنا اللي هي من 4 ل 1 دي كونستانتين إيه؟ الكونستانت بريشر يبقى دي كونستانت بريشر وكونستانت بريشر وادي الاديبا دي كانك بتتكلم بالظبط على اول حاله فاكرين الحاله الاولانيه اللي احنا اتكلمنا فيها يا شباب اللي هي كانك بتتكلم في البرايتون صح كده كانك بتتكلم بالظبط زي قصه البرايتون كان فيها 2 كونستانت بريشر و2 واتنين ايه و2 واتنين فده كانت برايتون شغال في البيرفكت جاز هنا احنا شغالين في الايه في الباور ستيشن او في الاستين شغالينه بالشكل اللي قدام حضراتكم ده طيب ودي شكل الريليشن اللي بتربط الايه القصه دي ببعضها لان الاتش 1 زائد الكيو بتساوي الاتش 2 زائد الايه زائد الورك طيب بعد كده بقى القصه اللي هتظهر معانا هنا طبعا بيمسك بقى كل ايه كل اليمنت ادي التربينه بتاعتنا داخلها اتش 1 وخارج منها اتش 2 والورك اللي بتستفاد بيه اللي هو الايه الورك 1 ل 2 فيبقى عندك ال H1 زائد ال Q1 2 اللي هي ال Q اللي داخله لك من الـ البويلر راح للتربينة هتساوي ال H2 زائد الورك اللي انت بتستفاد بيه اللي هو W1 2 ماشي يبقى الورك من 1 ل 2 هو عبارة عن H1 ناقص H2 بعد كده الكوندنسر الكوندنسر شباب بيفقد هيت ريجيكتد اللي هي اسمها Q2 3 وفي بيبقى داخله ال H2 اللي هي طالعة من التربينة وطالع ب H3 يبقى عندك ال H2 ناقص ليه لأنه ناقص يا دكتور؟ لأنها دي هيت ريجكت كيو 2 ناقص كيو 2 3 بتساوي الاتش 3 زائد الورك 2 3 لو في عندي ورك هيطلع من الايه؟ من الكوندنسر، طبعا الورك 2 3 ده في الغالب ما بيبقاش ايه؟ لقيمه يعني. طيب يبقى دي قيمة الـ كيو فعلا اهو زي ما احنا شايفين بالمنظر قدامنا ده كده هتساوي اتش 3 ناقص اتش 2 فده لو ضربت في سالب يدي لك ان الـ بتساوي اتش 2 ناقص مين؟ ناقص اتش 3. بعد كده في عندنا الكوندنسيشن ووتر ريت ده المعدل الفلوريت بتاع ال التكثيف اللي بيحصل في الكوندنسر وده القانون بتاعها اعرف القانون ده على طول ان الام بتساوي الاتش 3 إتش ال 2 ناقص 3 على السي بي في دلتا تي على السي بي في الدلتا تي طيب وبالتالي في عندنا تاني قانون اسمه الام الام دوت يا شباب بتساوي الاس اس سي مضروب في الام الام سمول ايه الاس اس سي والام سمول والكلام ده كله هتعرفوا لو احنا شغالين في القوانين تحت ده او في المسائل اللي تحت ده بنقول عليه الكوندنسر او الماس بتاع الكوندنسر فلوريد والاس اس اس ديت اللي هي بنسميها لها اختصار كده نشوفه تحت المسمى بتاعه ايه البامب عندك برضو لها ورك داخل ليها وداخلها اتش 3 وخارج منها اتش أربعة. يبقى الاتش 3 زائد الـ Q3 4 طبعًا ما تبقاش موجودة هتساوي الورك أو الورك ده إنبوت فبتبقى شرط سالبة تمام زائد مين؟ زائد الاتش كام؟ الاتش 4 بتاعتي دي كده عبارة عن اتش 4 ماشي طيب كلام جميل قوي الكلام ده طبعًا ما عادش فيه هنا بقى يا دكتور الـ Q بتاعتي هنا بـ 0 لأن مفيش كيو داخلة البمب يبقى عندك الورك على طول هتساوي او الورك بامب هتساوي اتش 4 اتش كام اتش 3 اللي هو الاوتبوت الانبوت يعني ماشي طبعا ديت كلها عباره عن ريليشنز مع بعضها الورك نت هو الورك ترب ناقص الورك بامب دول الورك اللي انت بتستفاد بيه تمام بعد كده اخر حاجه عندك البويلر بيبقى داخل له اتش 4 وخارج منه اتش 1 وفي كيو اللي احنا سميناها 4 ايه 4 5 1 يبقى ال كيو ال اتش هتساوي ال اتش 1 اهو الكيو زائد الاتش 4 هتساوي الاتش 1 طبعا ما فيش ورك للبويلر فالورك هنا قيمته بكام؟ الورك هنا قيمته بزيرو يبقى انت ساعتها بتقول لي والله ان الكيو 4 5 1 بتساوي الاتش 1 ناقص الاتش كام؟ ناقص الاتش 4 دي كده الكيو 4 5 1 طيب السايكل ديت لها افشنسي الكفاءه بتاعتها بتساوي ايه يا دكتور؟ ادي الكفاءه بتاعتها بالمنظر اللي قدام حضراتكم ده كده دي الكفاءه بتاعت رانكن سايكل افشنسي رانكن H1 H2 الورك بامب على ال H1 نصر H3 نصر الورك بامب وممكن تشيل طبعا تبقى بالمنظر الايه النهائي ده كده يبقى H1 H2 على H1 H ايه H3 يبقى دي كده الكفاءه بتاعت بتاعه هنا يا شباب طيب كلام جميل قوي الكلام ده الافشنسي طبعا ماشي احنا اتكلمنا في القصص دي كلها قبل كده اهو القانون اللي احنا بنتكلم عليه بقى اللي احنا كنا قلناه قبل كده الاس اس سي اللي هو اسمه سبيسيفيك ستيم كونسامبشن السبيسيفيك ستيم كونسامبشن ديت قال لك هي 3600 على الورك ده القانون بتاعها بدون اثبات وبدون ما تخش في تفاصيل قانون السبيسيفيك ستيم كونسامبشن معدل استهلاك او اللي احنا بنقول عليه كده الاستهلاك النوعي للبخار الاس اس سي 3600 على جت منين الرقم ده او جه منين المعدل ديت دي لها اثبات مش بدون الدخول في تفاصيل طيب الورك بتاعنا هو ال H1 ناقص ال H2 اللي هو بتاع التربينة الورك اللي انت بتستفاد بيه من التربينة H1 ناقص ايه؟ ناقص H2 هو ده بنقول عليه ال specific steam consumption ماشي الكلام يا شباب طيب وده المثال بتاعنا اللي بيوضح او بيشرح لك القصة اللي احنا بنحكي فيها ديت بالحل بتاعه ده المثال بتاع الرانكن سايكل بالرسومات بتاعته تقدر تبص عليه مفيش فيه مشكله طبعا احنا اتكلمنا في الشكل الرسمه دي قبل كده قلت لكم احنا الانثال بانتروب تشارت الاتش اس دي تشارت ده جداول البخار او رسمه او خريطه البخار اللي انا قلت لكم عليها قبل كده ودي بيقول عليها المولر تشارت او الاتش اتش تشارت يعني اللي طلع الشكل دوت هو عالم اسمه ده ديت بجميع ارقام الفاليوز اللي انت شايفها موجوده عندك في جداول البخار كلها كلها موجوده بالشكل قدام حضراتكم ده كده ماشي الكلام يا شباب. طبعا كنا بنجيبها الاول من ايه؟ من خريطه البخار ديت، كل الفاليوز دي كانت في شكل خريطه. فانا بس بوضح لك الايه الشكل بتاعها بالمنظر اللي قدامك ده كده. طيب. يا دكتور كفايه بقى حضرتك قلت كنت قلت هتشرح من ساعه واحد في سبعه بس. طب ما نكمل الامبروفد سايكل دي. لا لا كفايه لا كده يبقى طب هنبص عليها بس هنبص يبقى. عليها, عليها ومش هنتكلم في شرحها. يلا كده بقى. هو ما ينفعش الشابتر ده يا دكتور بص. طب انا بس هنشرح بس اخر حاجه حتى مش مش هنتكلم في مساله فيها يعني ايوه الـ انا فاهم كابا... بس وبعد كده نتكلم الامبروفد رانكن سايكل يا شباب بص كده معايا الفرق في ايه ان كان من واحد لاثنين كانت بتحصل داخل الساتوريشن تمام من واحد لاثنين بتحصل داخل الساتوريشن دلوقتي بقت واحد فين؟ في السوبر هيتد سوبر هيتد يعني التكمله يعني الجزء بتاع 3 4 5 كل ده ده ثابت ما فيش فيه مشكله بس انا قلت لك ده التعديل بقى بتاع رانك اهو ان كان من واحد لاتنين كان جوه مين؟ كان جوه الساتوريشن ريجون لا دلوقتي بقت واحد فين وده الصح بقى ان نقطه واحد تبقى في السوبر هيتد اللي تبقى داخله للتربينه بتاعتي اللي بيطلع من التربينه اه وارد يكون في السوبر هيتد ووارد يكون فين؟ وارد يكون في الساتوريشن ثم بعد كده بخش في الكوندنسر بتاعي بعد كده بشتغل من 3 ل 4 بتاع فتره البم من 4 ل 5 ل 1 اللي هي فتره الكونستانت ايه الكونستانت بريشر يبقى ده الشكل بتاع الايه امبروفد ايه, امبروف ايه رانكن سايكل وطبعا هنا كان مثال ده زي بتجيب كل حاجه من الجداول نفس الفكره بالظبط ما تغيرناش حاجه تحسب الاس اس سي كل ده مفيش فيه مشكله خالص يا شباب بص على المثال عايز الناس تبص على المثال بس بس انا هنا بقول لك ان ايه شغال من مولر ستيم تشارت او ممكن طبعا تطلع القيم من الجدول بتاعك على طول ماشي الكلام ده شكل المثال بتاعنا مفيش فيه مشكله خالص ولو الناس عايزه تبص عليه برضه ايه برضو ما عندهاش مشكله خلاص يا شباب احنا كده خلصنا المنهج بتاعنا دكتور ايه الامبروفد دراي آه رانكل سايكل مش معانا امبروفد الامبروفد الامبروف لا مش معانا هناخد الرانكين بس انا بس حبيت اوريكم الشكل بتاعها مش اكتر يا شباب ماشي هو في شابتر ستة البروف بتاع كل حاجة بس اللي نعرفه بجانب المسائل؟ اه ماشي تمام وبما ان بقى المان...